كنقولوا الزواج ديال الفتاه ديال اقل من 18 سنه، يعني هنايا كنقيسوا واحد المساله مهمه جدا، على انه هو الاستمرار ديال الدراسه ديالها. يعني ممكنش نقول لك اقل من 18 سنه انها تجوج، يعني انا كنقيس الدراسه ديالها. احنا الان القانون عندنا واضح بان الا كان شي وحده غادي تجوج بقل من 18 سنه فهو كيكون باذن القاضي والاسباب ديال الزواج. حنا وللاسف المجتمع المغربي ديالنا ميمكنش كاملين نعاملوه بهذا المنطق، لان عندنا مناطق واللي هبط بهذا القانون. هادشي دايز علينا حنا دابا في يعني في مثلا نهضروا على الرباط الدار البيضاء ولا الفتاه، داكشي راه حنا ما كيعانيوش من قلنا، كيعانيو من العنوسه، ما كيعانيوش من الزواج واش قبل ذلك، يعني مشكل اخر المضاد تماما. ولكن الا هبطنا للرشيديه ونفكو، الا هبطنا لولاد جابر ولاد ادريس وسيدي جابر وازيلالو، يعني ونشوفوا الفتيات تما اللي هي الاب ديالها ولا الاسره ولا المجتمع ديالها، الا وصلت داك السن راه وصلت دارت وصلت العنوسه. يعني هذه ثقافه مجتمعيه اللي خاصها واحد المقاربه شموليه. ما نمشيوش نشوفوا حنايا واش 18 سنه تجوج، حنا انا بالنسبه لي ما تجوجش، خاصها تكمل قرايتها، باقي المستقبل قدامها. وليني المجتمع اشنو فيه باش ما نكونوش حنايا كنشرعوا في واحد القنت والمجتمع ديالنا فيه اوضاع واوضاع اجتماعيه اخرى اللي الان وقفتنا ووضعتنا بان كاين داك الزواج ديال الفاتحه واللي هو شرعا دايز، والوراق والولاد كيكون نتيجه ديالو، ولاد اللي ما عندهمش الوراق.